نادل ونادل يا منادل نادل نادل يا منادل نادل ونادل. إذا كما تعرف الجميع أن الأساتذة المغاربة يعني منذ 6 أسابيع وهما في الشارع وهما في الميدان، 6 أسابيع من الإضراب احتجاجا وتنديدا ما سمي بالنظام الأساسي قطاع التربية والتكوين. هذا لا يعني أن الأمور كانت على ما يرام قبل النظام الأساسي، وإنما كان هذا النظام هذا اللي سمينا احنا نظام المآسي فقط النقطة التي أفاضت الكأس. وقفة اليوم كذلك تأتي للتنديد بمخرجات الحوار الذي جمع رئيس الحكومة ومعهم مجموعة من الوزراء منهم وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب بالمالية أو في الميزانية وكذلك وزير التشغيل، وبطبيعة الحال الذي بدأ فيه الحديث عن بعض العبارات الجوفاء الفارغة من كل محتوى من قبيل مثلا جميد النظام الأساسي، وكذلك الحديث عن نوع من الزيادة في الأجور بطريقة ضبابية ليس لها أي معنى ولم تحدد فيها أي بطبيعة الحال اقتراحات جادة اللي يمكن التعامل معها بطريقة اللي هي فيها مسؤولية وفيها جدية. بطبيعة الحال هذا التجميد يطرح العديد من الإشكالات، خاصة منها الإشكال القانوني. هل يعقل أن يتم بطبيعة الحال تسيير قطاع بدون نظام أساسي حتى إذا كان كلام رئيس الحكومة كلاما صحيحا، وأن المنهجية المتبعة على مستوى إصدار المراسيم أو لا توقف ديالها هي واضحة ولا يمكن الاختصار على مجرد يعني شعارات أو لا خطابات بالقول بأن هذا النظام الأساسي سيتم توقيفه أو عدم العمل به، خاصة أن على أرض الميدان نجد أن العديد من المديريات الإقليمية والأكاديميات بل وبتاريخ يأتي بعد تاريخ الاجتماع ديال الحكومة مع النقابات أصدرت وثائق اللي كتستند فيها إلى النظام الأساسي كمرجع في مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية، وهذا بطبيعة الحال يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى مصداقية وجدية التصريحات التي قدمتها سواء الحكومة في شخص رئيس الحكومة أو على لسان النقابات المجتمعة مع هذه الأخيرة. لكن للأسف الوزارة عوض ما تجاوب اليوم تجاوب لهذه الاحتجاجات وتجاوب يعني بالحوار وتجاوب يعني بواحد الحكمة التجأت إلى التصعيد، مشات الاقتطاعات، مشات للتهديد من خلال تصريحات ديال مجموعه من الوزراء، اقتطاعات تتراوح يعني هناك في بعض المواقع اللي وصلت تقريبا 4500 درهم وحتى حتى 5000 درهم. اذا هذا الامر يعني او هذه الاقتطاعات تمت بطريقه عشوائيه، ليست اولا اقتطاعات غير قانونيه، ثم كذلك ان الاقتطاعات دائما يتم اقتطاع واحد الجزء اللي هو يعني تقريبا لا يتعدى 20%، لكن اليوم كنشوفوا بان في مجموعه من المديريات الاقتطاع كيوصل يعني 5000 درهم، وبالتالي الغرض ديال هذه الوزاره هو استعباد النساء ورجال التعليم. اليوم النساء ورجال التعليم ما مخرجاهم شي تنسيقيه ولا شي اطار من الدرجه الاولى، وانما شكون يخرجهم؟ خرجهم الحقره اللي كيعيشوها داخل قطاع التعليم.